جالون واحد من المئة هو غاية ما تتمناه هذه السيدة في عاصمة تقع على ضفتي نهرين بعد انقطاع التيار الكهربائي الذي تجاوز الشهر، ما يضطرها وأخريات لقطع مسافات طويلة لجلب الماء. والله ما ننقل من بعيد، من نمت الصباح ساعتين حتى الواحد يشلو الجركانة، ما يجي البيت ساعتين تشيل لك جركانة واحد تجيبوه، لو عندك عيال تمشي توقفهم الصف تشيل الماء وتجي البيت. تاني ما في لينا مرق إلا تاني بالليل، بالليل من الساعة 7 للساعة 8 حتى نشيل الماء ونجي لاقين. هذه الدواب هي وسيلة جلب الماء الوحيدة، فثمن برميل المياه الواحد يصل إلى 10 دولارات، فيما تحتاج الأسرة الواحدة التي لا تملك ثمن الخبز يومياً إلى 70 دولارا، ما يضاعف معاناتهم. الكهرباء دي مما قطعت نحن عانينا بمشكلة الموية، لأنه ما في محل جنبنا عشان إنه نشتري موية ولا كده، والموية ذاته لو قلنا دارين نشتروها القلوش اللي بنشتري بعدي بنصربها وبنجي ننقل موية، لأنه ما في ماسورة جنبنا عشان إنه ننقل موية. في هذا الحي تتضافر جهود السكان لحفر بئر جديدة للحصول على مياه الشرب بعد أن ضربهم العطش لعدة أشهر. نحن عندنا بيارة في منطقة السلمة، ناس الحية، ونحن يعني قمنا بجمع التبرعات من الناس المقتدرين والمساهمة، والما عنده حتى بجيب إن شاء الله الأكل والشراب، وبنحاول نشغل في البيارة إن شاء الله وهسه شغالين فيها، لكن والله بجد نحن عانينا من العطش يعني. تداعيات كبيرة أحدثها انقطاع خدمات الكهرباء والمياه في الخرطوم، فالعشرات من مرضى الفشل الكلوي لقوا حتفهم، فضلا عن تفشي الأمراض بسبب شرب الماء غير الصالح. في ظل استمرار الحرب تزداد معاناة السودانيين في الخرطوم، وتتراجع الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء، حتى باتت الخرطوم مدينة غير قابلة للعيش بحسب كثيرين. طارق التجاني، تيرتي عربي، الخرطوم.